السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد خاص بالمرجع في الرياضيات المستوى الثالث. ستجدون في هذا الفيديو التمارين الموجودة في صفحة 47 من الكتاب المدرسي، يعني في إطار الدرس رقم 11 قياس الأطوال، المتر مضاعفته وأجزاؤه. كنا شفنا في الدروس اللي قبل في الوحدة الثانية شفنا المتر وأجزاؤه، قصنا في الأجزاء الديسيمتر والسنتيمتر والمليمتر. في هذا الدرس غنزيدوا المضاعفات، يعني ديكامتر الهكتومتر والكيلومتر. نبدأ على بركة الله، غادي نحاول نعطيكم، يعني كنحاول نزرب في الفيديو باش يكون في متناول الجميع. ما تنساوش تدعموا القناة بلي جيم في لي فيديو، تبارطاجيو لي فيديو مع الأصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي اللي تعم الفائدة. نبدأ على بركة الله لنبحث ونطبق. وحنا واكين واحد الاقتراح للأساتذة الجدد، أنا مثلا في المؤسسة اللي كنشتغل فيها كنخدموا بالفضاء في الرياضيات، يعني في مقارنة بسيطة على حسب الرأي ديالي هذا المرجع فيه تمارين يعني أحسن. زائد أن في الفضاء ما كينش الحصة الأولى، والطريقة باش كيتقدم الدرس مش يعني بحال دابا في المرجع كيمشيو للهدف مباشرة. أنا كناخد ديما الجدادة الأولى ولا الحصة الأولى كنخدم بالمرجع، وعاد الاخرين يعني فاش غادي نستعمل الكراسة اللي كنعاود نخدم في الفضاء. هذه غير كإشارة، لأن ماشي ضروري يعني تقيد بداك المقرر باش خدام أو لداك المرجع باش خدام. نرجع، تنص المسابقة على حساب المسافة التي يقطعها المتسابق في 10 دقائق. عندنا 3 المتسابقين اللي هو أحمد علي محمد، عطيناهم 10 دقائق وغادي نشوفوا كل واحد شحال هي المسافة اللي قطع خلال هذه 10 دقائق. حيث نجد أن أحمد قطع كيلومتر واحد و400 متر، علي قطع 15 هكتومتر، ومحمد قطع 135 ديكامتر. السؤال ألف، أستعين بجدول وحدات الطول ونحول المسافات إلى المتر. أنا حاولت نعطيكم الإجابة مباشرة، إذا يكفي أن التلميذ أو الإبن ديالي يكون كيعرف يوضع ماشي خدمنا عليه في الدرس اللي فات. إذا 1 كيلومتر تجي تكتب 1 في الخانة كيلومتر، 400 متر يعني نقلب على الخانة المتر ونكتبوا فيها 0 الوحدات، إذا ونتميم الكتابة. إذا 1 كيلومتر و 400 متر كتساوي لنا 1400 متر، 15 هكتومتر تساوي 1500 متر. طبيعة الحال ما كنجيبوش من راسنا، راه كنستعملوا الجدول. 135 ديكامتر كتساوي لنا 1350 متر. اذا نقارن لنحدد الفائز. اذا الا قارنا ما يمكنناش نقارنوا هذه المسافات هما بوحدات مختلفه، ضروري نكونوا في نفس الوحده، وهذا الشيء اذا نحولناه من المتر. اذا نقارن كلهم كوني بربعه الارقام، اذا نقارن رقم الالاف 1 1 1 يعني متساويين. ننتقل الى مقارنه رقم المئات، هنا 4 وهنا 5 وهنا 3. اذا 5 هي الكبيره، 1500 اللي كتمثلنا 15 هكتومتر. من قطع 15 هكتومتر هو علي، اذا الفائز هو علي. نرتب المسافة من الأصغر إلى الأكبر، إذا أنا حاولت نرتبهم لكم بهنا، يعني ما يمكنناش نقارنوا أو نرتبوا وهما بوحدات مختلفة. إذا أصغرهم هي 1350، تليها 1400 ثم 1500. هذا 1350 هي 135 ديكامتر، 1400 هي 1 كيلومتر 400 متر، 1500 هي 15 هكتومتر، وهي أكبر مسافة التي قطعها علي. نمر الآن إلى الحصة الثانية، أطبق وأتدرب. أكتب في كل بطاقة الوحدة الأنسب، يعني سنكتب واش الكيلومتر أو المتر. نبدأ بارتفاع عمارة، ارتفاع عمارة لا يحسب بالكيلومتر بل بالمتر، ثم طول ساحة مدرسة بالمتر. فيما يخص طول مسافة بين طنجة والعرائش، إذن مسافة جد كبيرة كنحسبوها بالكيلومتر. طول مسافة طواف المغرب بالدراجة توا بالكيلومتر. ثم التمرين رقم 2، أكتب كل من القياسات التالية تحت الصورة المناسبة. إذا أولا باش نكتبوهم ونكونوا متأكدين منهم خصنا كلهم نحولوهم للمتر. إذا عندنا هنا 2450 متر، هنا 200 متر، بقاو ليا هادو بجوج اللي بالكيلومتر. إذا هذه 42 كيلومتر، إلا حولنا غتعطيني 42175 متر، وهذه غتعطيني 600000 كيلومتر. اذا اطولهم شنو غادي يكون؟ هو طول نهر ام الربيع، وبالتالي غتكون عنده اكبر نسبه اللي هي 600 كيلومتر.
ليها طول سباق الماراثون، حتى الماراثون كيكون مسافه اللي طويله اللي غتكون 42 كيلومتر و175 متر. ثم ارتفاع جبل سيد دغين 240 عفوا 2450 متر، واخيرا ارتفاع ثومعة الحسن الثاني 200 متر. هذا كل ما يخص التمارين الموجوده في صفحه 47 من الكتاب المدرسي. نتمنى انكم تبارطاجيو لي فيديو مع الاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي تاعهم بالفائده. ما تنساوش تدعموا القناه بالجيم ولي كومونتير، والناس اللي كتشوفوا القناه لاول مره ما ترددش في المشاركه، لان هناك بزاف المواضيع سواء تحطات في القناه او العاد غادي نحطوها. فمرحبا بكم في القناه.